بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار على نار مع الشيخ العصبجي بتاع المشاكل بتاع المهاترات المعروف مزمي الفقيري. هذا الشيخ صعب في توصيله للمعلومة مما افتقده للكثير من الشعبية وفقد كثير من، مع أنه كان ممكن يكون شيخ محبوب ويستفيد من مكانته من يعني توصيله للمعلومة لأكبر قدر من الناس، لكن للأسف أسلوبه أسلوب صعب وأسلوب أنا أفتكر أنه عقيم مما أفقده الكثير. في الحلقة السابقة يعني كان في سؤال ولكن انقطع لعامل الزمن، اللي هو أنه أنت بطريقتك اللي أنت بتدعو بها الناس للأسف بتفقد تعاطف كل الناس مما يفقدك يعني الكثير من الشعبية. السلام عليكم ورحمة الله. مجددا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحقيقة يعني احنا ما كما قلت يا حامد، احنا ناس ظريفين جدا، ناس ظراف وبنحب الناس، لكن بس بنكره الباطل، وأكثر ما نكره دعاة الباطل من الصوفية، كان تجانية كان ختمية كان سمانية كان قادرية كان غيرهم، كان أخوان مسلمين كان غيرهم من الحزبيين، لأنه ذل بضلل المجتمع. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من أئمة الضلال، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فنحن ظريفين، لكن في نفس الوقت بتلقانا شديدين على أهل البدع. ويروى في الأثر إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا الضحوك القتال. فبتلقاه يضحك وكذا، لكن في ساحة الجد يكون قوي. فأهل البدع داري هدم الدين، ما ممكن إحنا نقعد نتفرج. شيخ مزمل، أنا عفوا للمقاطعة، ولكن بس في سؤال مهم جدا، أتمنى إنك أنت تغير رأيك في الصوفية، لأنه الصوفية يعني نحن لما نقول كرامات الأولياء يعني ما معناه انه الناس ذيل بيدعوا للشرك يعني. صحيح انه بعض الناس لما يجي يقول للشيخ انا عايز جنى او عايز مثلا انجح في حاجه معينه، الشيخ ما بيقول له يا اخي انا بقدر على الحاجه دي، الشيخ بيقول له باذن الله، يعني الشيخ بيعمل الحاجه دي ما باذنه انما باذن الله، يعني يجب انه انت الفهم ده، انت لانك ماخذ فكره خاطئه بالمناسبه عن الصوفيه. يعني أي صحيح إنه في بعض الجهلاء هم للأسف مشوهين صورة الصوفية الجميلة اللي إحنا بنعرفها، وبنعرف إنه هؤلاء الصوفية لديهم كرامات. لما الواحد يقول أنا عايز جنة، ما الغرض من إنه مثلا الشيخ ما بقول له أنا بديك الجنة، الشيخ بيدعو الله سبحانه وتعالى والله بحقق أمنيته بس يعني. أول حاجة كلمة بإذن الله، ربنا سبحانه وتعالى في أشياء ما أذن فيها لأحد، مثل الخلق، مثل نزول المطر، مثل هذه الأشياء. ودي ما في شيخ صوفي قال أنا بنزل المطر ولا بخلق يعني. لا بيقول يا زول قاعدين يعتقدوا، بيقولوا بيعماها في سماء. والحلقة اللي فاتت بينا إنه من كتاب القادرية، ونحن لسه مواصلين في الكتاب ده إذا كان في حلقة جاية يعني، مع إن أنتم الإعلاميين عودتونا دائما إنه بتهربوا من الحقائق. لما تلقوا زول بيقول كلام قوي وكلام حقيقة، بعد ذاك بتزوغوا الشغلة، تجيبوا فنانين وتجيبوا صوفية وتجيبوا كذا. طيب طيب، فربنا ما أذن لزول انه يخلق او كذا او كذا، لكن الصوفية في الحلقة الماضية قرينا من كتاب القادرية قال: وإن قلت كن يكن، يعني هو الله عديل يقول لشيء كن فيكون. أما مسألة انه يدعو لهم الله ده كذب ساكت، يمكن يعملها قدامهم ساكت، لكن الصوفية العقائد اللي بوصلوها للناس انه هم زي الله واحد. ويقرا لك مواصلة في نفس الكتاب اللي لو تذكروا بدناه الحلقة اللي فاتت، كتاب الفيوض الربانية في المآثر والأوراد القادرية. طيب، وأثبتنا في الحلقة الفاتت هذا الكتاب. الزول بيقول كلام ما في حاجة اسمه بإذن الله، نازل بيقولوا هم ذاتهم بيفعلوا أفعال مثل الله سبحانه وتعالى. قال في الصفحة 47 قال: أنا قطب أقطاب الوجود حقيقة، على سائر الأقطاب عزي وحرمتي، توسل بنا في كل هول وشدة. بس اوعك تقاطعني يا حمد، كلام لما نسخن انا اعرفكم بتقاطعوا طوالي. توسل بنا في كل هول وشدة
أغيثك في الأشياء طرا بهمتي. قال أنا البغيسك ما الله، ولا قال بإذن الله. أنا لمريدي حافظ ما يخافه وأحرسه من كل شر وفتنتي. مريدي إذا ما كان شرقا ومغربا أغيثه إذا ما صار في أي بلدتي. وده كلام كفر، لأن ربنا هو البغيس. ربنا قال وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فربنا البمد وربنا هو المستغاث، ما شيخ الصوفية ولا القادرية ولا غيره. وربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. مشى قدام، أسمع الكلام ده كويس، صفحة 49 قال طبولي، عشان ما بزول يقول لي صوفية وبإذن الله وبيدعو الله، لا لا، ده اللي بيقولهم ذاتهم الله آلهة مش الله، هم ذاتهم بيعتقد أنهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى. قال طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤس السعادة قد بدا لي. قال النوبة بتاعته دقوها في الوطن ودقوها في السماء فوق، وأنا ما أعرف ده منو طلع السماء، من الدراويش بتاعنا الشيخ، ولا يقصد الملائكة اللي بيدقوا النوبة، دي تبقى كمان مصيبة تانية. قال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال، كراهي دي كلها فوق عنق أي رجل. ونفس الكلمة دي قال البرعي في ديوان رياض الجنة، قال وكل ولي عنقه تحت رجله بأمر رسول الله يا لها من رجله. ونفس الكلام الباطل ده الكفر ده قاله شيخ التجانية في كتاب جواهر المعاني وبلغة الأماني للشيخ اللي بيسموه أحمد التجاني، هنتطرق له أكيد في حلقات. فما أنت قلت ما أنت ما بتقاطعني. فالنازل كلهم بيشفوا من بعض، بترسوا من بعض الشرك والكفر بالله. مشى قال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. قال الله ولاه على الأقطاب جميعا كلهم، وحكمه نافذ في كل حال، وربنا سبحانه وتعالى هو الحكم وإليه الحكم، ما الصوفية. قال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. كل الدنيا شافها، فلو ألقيت سري، شافها زي الخردلة الدنيا كلها، وده برضو كلام كذب وباطل. قال فلو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت في سر حالي، ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى مشى لي، ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال، ولو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي، ووقتي قبل قبلي قد صفى لي. عفوا يا شيخ مزمل، أنا دار أقول حاجة، إنه ما كل الصوفية بهذه الحالة، تمام؟ قد تكون في هناك أخطاء في هذا الكتاب، وهي دعوة للمشاهدين إنه يراجعوا هذا الكتاب من الدار السوداني للكتب، ولكن لا عفوا عفوا أنا لا ما أنا ما أنا لا 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 ما عفوا عفوا يا شيخ مزمل، شبه الورع عليك. لا لا عفوا، أنت تقول شبهة شبهة أنا أرد عليها، لكن ما تقول شبهة تفك على الناس وتزوغ تمشي لنقطة ثانية. لا معلش معلش، أنا ربما أن الكتاب ده تكون يعني مؤلفين وأشخاص ثانية، ما كلها صوفية. خلينا نرد على الشبهة دي واحدة واحدة كده، كلها صوفية كده. وإلا إذا كان ده شيوخ الصوفية الكبار الأسسوا التصوف ذاته في العصر بتاعهم ده الحديث ده، وناس تحت قالوا إحنا ما كده، لكن إحنا صوفية، ليه بيقول صوفية؟ والراضي كالفاعل، القاعدة الشرعية تقول الراضي كالفاعل، فزور رضا وبيقى صوفي ما يقول أنا دي ما عقدتي دي عقدت شيخي، لكن أنا ما زيه، لكن أنا صوفي تابع له، واحد كلهم واحد، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تقعدوا معهم، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. إذا قعدتم معهم ربنا قال إنكم إذا مثلهم. شوف الآية دي من سورة النساء، إنكم إذا مثلهم، فكلهم واحد، كلهم مثل بعض. ولكن هناك بعض الشيوخ الصوفية يمدحون الرسول عليه الصلاة والسلام بأجمل الصفات ولا يشركوا بالله أحدا، تمام؟ كما قال البرعي أذكر إلهك يود يوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك. يعني أنا أفتكر إنه ده كلام جميل جدا، وكلام يعني بيدعو، لأنك أنت يعني زول بيقول أذكر إلهك يود، ما قال أذكر البرعي يوت، قال أذكر إلهك يوت يوريك طبك أحسن في من عاداك ومن يحبك. شوف شوف
شوف الإحساس العالي، شوف الإيمان، درجة الإيمان العالي هنا. ما قاعد شوف النازل أغلب مدايحهم مدح لنفسهم، في قليل مدح للنبي صلى الله عليه وسلم لكن بالباطل، عرفت؟ لأنه رفعوا النبي صلى الله عليه وسلم مقام الإله وده باطل، زي ما قال البوصيري في القصيدة اللي بيقولها محمد رمين إسماعيل بتاع أنصار السنة ده، وما فاهم أي حاجة وبيقولها صوفية ذاته، قلت كيف؟ قال يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. خلاص، وكما قال في النهاية شرك بالله عز وجل، لأنه زول بيلوذ بالله عز وجل في المصائب وفي الحوادث. دليل قوي جدا على كلامي من كتب الصوفية، أنا ما بتكلم من رأسي دائما، وتحداهم كلهم، زول يجي ناظرني في الكلام ده يقول ده ما كلامنا، ما بيقدروا. طيب، دليل على صدق الأمين نازل بيمدح نفسه وبيكفر مش ساي، دي صفحة 57 من نفس الكتاب، ونحن دائما كل حلقة بناخد كتاب كتاب ونحن ماشي لها كتاب. قال أنا في مجلسي أرى العرش حقا، في مجلسي أرى العرش حقا، بشوف عرش الله يا جماعة، ده كفر ولا ما كفر؟ أنا في مجلسي أرى العرش حقا، ده بيمدح في نفسه ولا في الرسول؟ أنا، قال للقادرية، أنا في مجلسي أرى العرش حقا وجميع الملوك فيه قيامي، قالت الأولياء جمعا بعزم أنت قطب على جميع الأنام. قال الأولياء ولو إنه غضب على جميع البشر والأنام والخلق، قلت كفوا، برضو ما راضي، مع أنه كذاب ما في أولياء قالوا له، لكن برضو قال قلت كفوا ثم اسمعوا نص قولي، إنما القطب خادمي وغلامي. قال كل قطب يطوف بالبيت سبعا، البيت الحرام الكعبة، وأنا البيت طائف بخيامي. الكعبة ذات بيطلع بيطوف به، قال الأقطاب بيطوف بالبيت ذاك الكعبة، لكن قال الكعبة ذات بيطوف به أنا. تقول ليه بيمدح الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول لو لاقى النازل بعقيدتهم دي، عرفت، لدعاهم إلى الإسلام، فإذا أبوا لقاتلهم، لأنه ده كفر، والكفر جابوا الصوفية ذل أشد وأغلظ من شرك وكفر أبو جهل وبلال. قال كشف الحجبة والستور لعيني ودعا لحضرة ومقامي، فاختراق السبع الستور جميعا عند العرش الإلهي كان مقامي. ها، شوفوا زول ده بيتكلم كيف يا نازة، والله أبو جهل ما قال زي ده، ده 49 هذا الكلام، عند العرش الإلهي كان مقامي. قال وكساني بتاج تشريف عز وطراز وحلة باختتامي. طيب، فرس العز تحت سرج جوادي وركابي عال وغمدي محامي، سائر الأرض كلها تحت حكمي وهي في قبضتي كفرخ الحمامي. يا استاذ عفوا، لا لا ما انا بس دار اقول انا عفوا يا استاذ، فضل ست ابيات. قال مطلع الشمس للغروب بسفلى خطوتي قد قطعت باهتمامي. قال مطلع الشمس يعني المشرق الى الغروب بسفلى خطوتي، يعني تحت كراعه تحت، قد قطعت باهتمامي خطوه واحده بس بتحت من المشرق للمغرب بخطوه واحده، ده ممكن يا جماعه؟ طيب في طيارات ليه؟ والشيخ ذات البرع إذا ولا غيره ولا دا ولا ذاك، لما نبرد بيرفعوه بالطيارة بودوا الأردن، حتى ما بيتعالج معانا في مستشفى الشعب التعليم وغيره المستشفيات التعبان، بيطير بالطيارة يكذب على الناس، يقول بخطوة واحدة من المشرق للمغرب. قال يا مريدي لك لهنا بدوامي، عيش عز ورفعة واحترامي، ومريدي إذا طبعا دي عشان أنت تبقى درويش له. قال ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نازل بحر طامي، فأغيس أو كان فوق هواء، أنا سيف القضاء لكل خصام. البغيس مناجمة، ربنا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال فأغيس أو كان فوق هواء، أنا سيف القضاء لكل خصام، أنا في الحشر شافع لمريدي عند ربي فلا يرد كلامي. ده عرفوا من وين؟ منو قال له بيشفع؟ منو قال له ذاته حينجو حيدخل الجنة عشان يشفع للناس؟ ومنو قال له هو صالح؟ وربنا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قال عند ربي فلا يرد كلامي. قال الله ما برجع كلام الشيخ يا جماعة، ده ممكن ده؟
انا افتكر انه في بعض الاخطاء فعلا مكتوبه في الهاي وفوق كل شيخنا ده كفر. ما اخطاء يعني اخطاء كده بس زول وقع عليه في ذنب من الصغائر، ده كفر وشرك مخرج من الاسلام، وصاحب الكلام ده كافر عديد. لانه زول يقول ان قلت لشيء كن فيكون زي ما قلنا في الحلقه الماضيه، وزول يقول شفت العرش في جلوسي دائما، ده كافر عديل كده. كويس، انت الكافر ده ما بتجيه باسلوب يعني. اسي مثلا في الفتره الاخيره انت اشتهرت بمهاتراتك مع الشيوخ الصوفيه، منا العلامه الشيخ المعروف محمد منتصر الازيرك، يعني انت اسلوبك معه في التخاطب يعني كان باسلوب فيه نوع من الـ من الـ من عدم التقدير، يعني المفروض يكون بدبلوماسيه بطريقه يعني فيها نوع من الـ من الـ من التقدير. يعني اول حاجه ده ما علامه، لكن طيب ده من النفخ الاعلامي بتاعكم، معليش يعني استاذ حامد، انتوا بتجيبوا زول لا يفقه شيء في الاسلام ابدا ولا علاقه له بالدين لا من قريب لا من بعيد، زي محمد المنتصر الازيري ده بتجيبوه في الاعلام وفتح له القنوات للاسف الشديد، ونافخينه تقولوا العلامه، زول بيقول غير الله بيخلق، ده علامه. هو ابو جهل، ربنا قال اذا سالت المشركين الزمان ناس ابو جهل ولا ابو غيرهم، الخالق من هو البيخلق من هو، بيقول لك الله. ربنا قال ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله. الازيرك بتاعك ده محمد المنتصر الازيرك ده بيقول غير الله بيخلق، كيف يكون علامه؟ بيقول تدعو غير الله، تخلي الله وتدعو الميتين في قناه ام درمان بتاعت حسين خوجلي ده وغيره. فده زول بيدعو للشرك وللكفر وللحاد، وكل ما ندعو له مناظره بيزوق بيزوق، الزول ده بيزوق وليبلغ الشاهد الغايب. وانا من منبرك ده عرفت كلامي، انا بدعو له مناظره. اكيد هو هو اكيد نحن ذاتنا بنوجه له الدعوه، وباذن الله انا متاكد تماما انه شيخ بغامه محمد منتصر الازيرك اكيد يعني حيكون معك في مناظره، واكيد حيغلبك لانه رجل عالم والرجل يتحدث بما قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام. عفوا شيخ مزمل، مشاهدينا الكرام، حلقتنا انتهت من برنامج حوار على نار، الى اللقاء في الحلقه مع الشيخ مزمل فقيري.